بدأت مجموعات من المكتبات الوقفية في مدينة القدس مشروعاً للحفاظ على تراث المدينة المقدسة وما تحمله مكتباتها من مخطوطات يصل عمر بعضها إلى مئات السنين لإعادة ترميمها والحفاظ عليها لأطول فترة زمنية ممكنة. 700 عام أو أكثر مرت على كتابة هذه المخطوطات النادرة التي تحتضنها مكتبات مدينة القدس مرسخة تاريخ المدينة المقدسة. هذه المكتبات الوقفية ارتبطت بعائلات مقدسية كالخالدي والبديري والنشاشيبي وتعد من أهم حاضنات التراث الثقافي المقدسي، وتضم محتوياتها أكثر من 2500 مخطوطة أصلية نادرة تعود أقدمها إلى ما قبل العصر الأيوبي والموجودة ضمن محتويات المكتبة الخالدية. قيمة المخطوطات الكبيرة جذبت عدداً من خبراء الترميم لإنقاذها وحمايتها من أي أذى أو عوامل تلف، ومنهم رامي سلامة الذي اعتاد الجلوس والعمل لساعات عديدة ضمن مشروع أطلقته المكتبة الخالدية للحفاظ على تراث القدس المكتوب، وقد بدأ العمل به عام 2020. نشتغل لثلاث مكتبات، اللي هي مكتبة الخالدية ومكتبة إسعاف النشاشيبي ومكتبة البوديري. اشتركوا الثلاث مكتبات في مشروع الحفاظ على التراث أو على المخطوطات الموجودة في الثلاث مكتبات. وبحسب خطة المشروع فإن المرحلة الحالية تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للحفاظ على المخطوطات في درجة حرارة ورطوبة معينة للحفاظ عليها من التلف، وسيكون الانتهاء منها في منتصف العام الحالي لتكون المخطوطات صالحة لأطول فترة ممكنة. ما انت شايف عندي جرايد هيها بتجي، هذه طبعا جرايد نادره مش موجود منها اعداد في العالم، حتى لما بحثنا على الانترنت ما لقينا منها اعداد نهائيا، فاحنا عم نصورها ونرشفها حتى يكون للباحث كثير سهوله يوصل لها. يعتمد الوقت الذي يحتاجه ترميم اي مخطوطه على حجم التلف الذي لحق بها، ما يتطلب استخدام مواد خاصه تختلف باختلاف المخطوطه المراد اصلاحها.